صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2022 بتعيين مدراء بوزارة الداخلية جاء فيه المادة الأولى يعين السادة التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية الرائد بدر راشد علي الرميحي الرائد راشد محمد النعيمي النقيب جاسم جبر الدوسري المادة الثانية يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار في الادارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل ادارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم